عشت بسوريا 24 سنة وكانت الفرصة الوحيدة لاكتشاف مناطق جديدة بهديك الأيام هي الرحلة المدرسية بالربيع يلي كنا نروحها بعد ما نقضي ليالي وأيام ونحن نترجى أهالينا للموافقة، وبعضهم الأحيان بيوافقوا ولكن بشروط. والسلام لروح أمي كان من شروطها أني روح مع أختي، وأختي كانت وما زالت مو بس أخت، أخته صديقة صدوقة كمان، فما كان عندي مشكلة أبداً بهالشروط. وانتو شو كان ردة فعل أهلكن وشروطن لما كنتوا تطلبوا منهم تروحوا بالرحلة المدرسية؟ خبروني بالتعليقات. أما الاستعداد لهالرحلات كان فيها سعادة كبيرة وتجهيزات كتيرة، وأول خطوة منفكر فيها بعد أخذ الموافقة على الرحلة هو فيلم الكاميرا لـ 24 أو 36 صورة، لأن كانت كل صورة من هالصور بالرحلة محسوب حسابها، وكنا نقسم الصور حسب الأماكن يلي بدنا نزورها والأصدقاء الأقرب يلي بدنا ناخد الصور معهم، ونترك كم صورة لوقت الغروب لنطلع مواهبنا بالتصوير. وكان يوم الرحلة هو الحدث الأهم بكل السنة الدراسية من وجهة نظري على الأقل، ونختار مجموعة الأصدقاء يلي بدنا نكون معهم خلال الرحلة بعد ما نكون اتفقنا معهم على الأشياء اللي بدنا ناخدها معنا. أما باص الرحلة فهو جزء أساسي بهذا اليوم مع الأغاني يلي كنا نرددها بحماس كبير، ونكتشف مواهب زملائنا ومدرسينا من عزف غناء وخفة دم، ونبقى نغني هالأغاني لأيام من بعد عودتنا من هالرحلة. ولما يخلص هاليوم يلي ترك ذكريات راح تعيش معنا لوقت طويل، نرجع ونخبر أهلنا ومعارفنا لأيام وأسابيع عن هاليوم الرائع وعن الأماكن يلي زرناها والمواقف المضحكة يلي حدثت معنا، ونحكي عن تصرفات المدرسين بالرحلة المدرسية يلي بتعكس شخصيتهم على طبيعتها غير عن الشخصية اللي بورجونا إياها داخل الحصص المدرسية. كم منكون مستعجلين لتحميض فيلم الكاميرا لنرجع نستعيد ذكريات هاليوم، ونكون كتير فخورين بحالنا إذا كانت كل الصور حلوة، وتكون الصور هي الشغل الشاغل لنا بالبيت وبالمدرسة لفترة طويلة من بعد الرحلة. ما زالت كل هالذكريات ببالي، وبتمنى أرجع أزور هالأماكن من جديد مع أولادي، لأن جمال الطبيعة ببلادنا ساحر، مع أن هالمناطق تعتبر من الوجهات السياحية بسوريا، إلا أنه بعض الأماكن للأسف ما فيها كتير خدمات متوفرة، وأماكن تانية فيها فنادق، مطاعم أو حتى استراحات بتقدم خدمات المتواضعة، خصوصاً بأواخر فصل الربيع والصيف، والناس بهالأماكن كتير بيرحبوا بالضيف وبشوشين ومضيافين. فإذا كنتم من محبي الطبيعة واكتشاف أماكن جديدة وحابين تروحوا على هالأماكن، فممكن الوصول لها بالمواصلات العامة بعد التأكد من موقف الحافلات وموعد آخر حافلة للعودة، وكتير مهم تتأكدوا إذا كان في مواصلات بأيام العطلة الرسمية. ممكن طلب سيارة خاصة أو استئجار سيارة لسهولة التنقل. مع عودة نشاط السياحة بسوريا كتير شفت شركات سياحية بتنظم رحلات داخلية، وكنت سعيدة كتير برؤية سياح أجانب بسوريا، حتى أنه بعض الأوتيلات كانت محجوزة بالكامل من قبل السياح. أما هلأ وبعد ما مضت كل هالسنين وبعد ما سافرت على كتير دول، تبقى سوريا إلى جمالها الخاص بالنسبة لإلي، وبهالرحلة تحديداً صار دوري لخلي أولادي يشوفوا سوريا مثل ما كنت أنا أشوفها بفصل الربيع أيام الرحلة المدرسية. كتير أماكن ما كنت متوقع فيها هالجمال حتى وصلت لها، وخصوصاً بفصل الربيع. صوت تدفق المي الغزير مع أزهار الربيع وصوت العصافير بيعطينا إحساس وكأننا بعالم آخر، فوين ما مشينا بهالجبال وبكل منطقة في جمال مختلف بيجذبنا لنتوقف ولو لوقت قصير. فمثلاً هالمكان الرائع زرناه بالصدفة، استدلينا عليه من أهالي المنطقة، ومع أنه ما بيبين على الشارع الرئيسي إلا أنه لما نزلنا انسحرنا بهالجمال، كتير بيشبه العين الزرقاء بمنطقة ثيث بألبانيا، وإذا زرتوا منطقة ثيث أو شفتوا ثيث فلوج من رحلتي بالصيف راح تشوفوا الشبه بين المنطقتين، مع أنه كل منطقة إلها جمالها وسحرها الخاص. وأولادي سبقوني وتسلقوا الصخور للجهة الثانية، بجد كان المنظر رائع.
هالغابات بارتفاع تقريبا 950 متر عن سطح البحر، والمشي بهالغابات في إحساس عالي بالسكين مع أطلالي ولا أجمل على البحر الأبيض المتوسط. كانت جولي حلوة بين هالمناطق على مدى يومين بالطبيعة بفصل الربيع بين جبال طرطوس واللاذقية. ورح نكمل رحلتنا على الشام القديمة، فبنلاقيكم بفيديو جديد قريباً.